السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أحبابي، أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم، أحمد صالح، وبلقاء جديد في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. وكنت في الآونة الأخيرة عم بقدم لكم أفكار لهوية بصرية لمشاريع بالتمبليت العام أو ستايل العام، فينا نقول كيف يعني نصمم المشروع قبل ما نبدأ بإنشاء المحتوى. على كل اللي ما تبع معاي باللقاءات السابقة هذه الأفكار، فرح أترك بصندوق الوصف والعلامات البيضاء العديد من هذه النماذج. طور مهاراتك بكيفية إعداد هذه القوالب المشاريع في برنامج باوربوينت، وتكون مصمم هوية بصرية جميلة واحترافية تليق بك بداية، وتليق أيضا بالمشروع، وتليق بالجمهور يلي راح تقدم له المشروع. بلقاء اليوم أيضا راح نصمم هوية بصرية جميلة بارتباطات تشعبية لمشروع جدا جميل باستخدام مايكروسوفت باوربوينت. فقبل ما نبدأ تكرما، ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو، وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا منتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. ويلا مباشرة يا أحباب لحتى نبدأ بلقائنا الجديد والمتميز لهذا اليوم. أهلا بكم أحبابي مرة تانية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت وكيفية تصميم مشروع باوربوينت متكامل بارتباطات تشعبية وبإمكانات بسيطة جدا وللغاية. بعد ما قمنا بوضع الخطة، فينا نقول أو قمنا بعملية تحليل المشروع، فأخذنا العناوين الرئيسية أو العناوين الأقسام الرئيسية لكل قسم من أقسام المشروع، وعندي العنوان وعندي وصف حول المشروع. تمام، أو لقراءة المزيد حول هذا المشروع ممكن يكون في عنا سلايد خاص، في عندي وصف كمان قلنا بنكتبه بأسفل الشاشة الرئيسية. تمام، لحتى هذا الوصف يكون في قواعد التنقل ضمن هذا المشروع وما شابه ذلك. إذا حابب أنك تقدم المشروع بأكثر من لغة، فرح نضيف مفاتيح التبديل لأكثر من لغة، وأيضا صورة الحساب اللي هي صورتك أنت كمصمم أو صاحب المشروع. وإذا حابب تربط أيضا مشروعك مع منصات تواصل حتى جمهورك يتابعك، ويعني أو سهولة الوصول لحساباتك الشخصية، فممكن تترك هذه الارتباطات. رح نبدأ بالنقر باليمين واختيار شريحة فارغة، شريحة جديدة. رح نبدأ أول شيء بإدراج الصورة لحتى ناخذ منها الألوان الممكن نحن نستخدمها. طبعا أنا بصندوق الوصف رح أترك لكم رابط لموقع تحميل الصور المفرغة PNG، وأنك تاخذ صوريات من خلاله. أنا جمعت بعض الصور، خليني أتوجه إلى مجلد الداونلود مباشرة وحتى ما نحملهم وحدة وحدة. تمام، هذه عبارة عن مجموعة صوريات مثل ما شايفين، صور مفرغة. رح أخذ هذه الصورة تكون معي بالشاشة الرئيسية، رح نصغرها شوي. تمام، وباخذ لها حيز معين. ولاحظوا معي الخطوات اليوم يعني جدا بسيطة، ما رح يكون في عنا أي عناء لتنفيذ هذا المشروع. تمام، فالألوان الرئيسية نحن شايفينها، في عندي تداخل ما بين الأخضر ما بين الأزرق الكاشف، هدول اللونين نحن رح نستخدمهم. بتوجه إلى إدراج، إلى أشكال، وبنختار شكل بيضاوي. أضغط مفتاح الشيفت أو كنترول مع الشيفت وبنكر مع السحب لأرسم دائرة تكون فيها يعني فراغات، أو بيكون فيها أجزاء منها خارج الشريحة. نتوجه إلى إطار وبنختار الدائرة بدون إطار، أنكر باليمين، وبنتوجه إلى تنسيق الشكل وبنختار من تعبئة متدرجة. رح نزيل علامتين تدرج، بسحب الأولى للأعلم، وهذه رح نلونها وليكن معي باللون الأخضر، والثانية بختارها باللون الأزرق الكاشف. تمام، بجي على أول وحدة وبختار نسبة شفافية للقلم يعني بحدود 75%، والثانية أيضا بناخذها نسبة شفافية بحدود 75 أو 80-90%، أيضا جيد. تمام، ممتاز، وأنا هذا اللي أنا محتاجه فقط لا غير الآن بهذه الرسمة. قبل ما نقوم بإزالة الأجزاء، بختار منها دوبليكيت أي تكرار، يعني كنترول زائد دي على الشكل الدائري نفسه، وبجي لهون بضغط كنترول مع الشيفت وبنصغر شوي هذه الدائرة. تمام، وبعمل لها هذا التقاطع. أيضا بضغط على كنترول زائد دي وباخذ كنترول مع الشيفت وبنصغر كمان الدائرة شوي وبسحبها على هذا المكان. إذا حبيت كل دائرة أنك تعكس تدرجات ألوانها، فالموضوع جميل جدا. الآن صار في عندي شكل واثنين وثلاثة بكل بساطة، شايفينه يا أحباب. رح أتوجه إلى إدراج، ومن أشكال بنختار المستطيل،
خلنا نصغر شريحتنا شوي مشان يكون الأمور كلها واضحة. برسم مستطيل عندي بهذه المساحة بخارج الشريحة ويكون على تماس مع الشريحة. خلني أعمل تكرار للمستطيل، تمام، وليكن معي بهذا الشكل، تمام. وبرجع كمان بختار تكرار للمستطيل بهذا الشكل. بحدد الدائرة الأولى، أضغط مفتاح الشيفت وبحدد المستطيل الأول، وبنختار طرح لحتى نحن نقوم بإزالة الجزء العلوي من الدائرة اللي بقي معنا بخارج الشريحة. برجع بحدد كمان مرة تانية ما تبقى من الشكل الدائري، أضغط شيفت وبحدد المستطيل الثاني، وأيضا بنختار طرح. ممتاز، برجع بحدد هذه الدائرة مفتاح الشيفت ومع هذا المستطيل، وبنختار أيضا الطرح. بيكون حصلنا الآن على شريحة فيها أشكال جميلة جدا جدا، وهذا اللي أنا محتاجه. أما ما تبقى من أجزاء خارج الشريحة فأنا ماني محتاجة. الصورة اللي أخذناها هي صورة البي إن جي، رح نعطيها إحضار إلى المقدمة، وبضغط كنترول مع شيفت ومنقلص مساحة الرسمة شوي تكون قريبا بداخل الشكل الدائري الثاني اللي نحن رسمناه. وفيني أنا أعدل الدائرة الثانية، هذه الدائرة الثانية، تمام، أعدل الموضع شوي وكنترول مع الشيفت أو مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب للأعلم، تمام، حتى أغطي فيها أيضا مساحة معينة ولتكون هي مساحة أظل. الآن باختصار رح أجيب العناوين الرئيسية للأقسام كنترول زائد سي، وبجي لهون وبختار كنترول زائد في. خليني أختار موضع مناسب للعناوين يكون معي وليكون بهذا الشكل. نتوجه إلى أدراج، ومن أشكال بختار المستطيل. خلني أنا أنقر وأسحب أرسم مستطيل ونكبر لعند منه شوي، بضع المستطيل بهذا المكان، بختار له بدون إطار، والتعبئة رح تكون معي تعبئة متدرجة أيضا من نفس اللونين يلي أخذناهن للأشكال، وبنعطي إرسال إلى الخلفية عشان يكون معي خلف النص، يكون في عندي مقدرة أساسا بالتحكم بالنص. راح أتوجه إلى الشريحة اللي وضعت فيها الأعداد لموضوع النصوص. خلني أختار العنوان وباخذ عنوان مشروعي. بالعموم هذه عبارة عن نصوص افتراضية فقط لا غير. بهذا الشكل بكون احنا انتهينا من تصميم السلايد رقم 1، وبطريقة جدا بسيطة وجميلة. رح نتوجه الى قائمة عرض الشرائح، ومن اعداد عرض الشرائح بنختار مستعرض دون مراقبة عشان يكون الموضوع مفعل فقط في موضوع الارتباطات. رح اضيف لعندي الان 1 2 3 4، يعني عندي 4 اقسام، فرح نضيف تكرار 4 شرائح. انقر باليمين ونختار تكرار الشريحة مرة، الآن رح نقوم بعملية ربط الأقسام مع بعض البعض. أنا موجود بالشريحة رقم 1، بدي أنقر على هذا المفتاح يأخذني إلى الشريحة رقم 3، فبحدد على حواف المربع، بتوجه إلى إدراج، ومن إجراء بنأخذ ارتباط تشعبي وبنختار الشريحة يلي رقمها 3، وبعطي موافق ومن ثم موافق.
ممتاز لحد الآن. تقريبا هيكلية المشروع تم اعتمادها وتصميم الواجهات الرئيسية للأقسام الرئيسية تمام بشكل جدا جميل. صف عندي موضوع فقط كيفية إضافة ارتباطات للشرائح الفرعية لكل قسم. رح يكون معنا بنمط جدا بسيط وسهل هذه المرة. بعتمد على الشكل البيضاوي، أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب، خليني أرسم دائرة مثلا بمساحة معينة. بختار الألهم مبدئيا بدون إطار، واللون يكون عندي إياه، خليني أختار قطارة وبختار لون من ألوان التصميم اللي نحن أخذناه وليكون معي هذا اللون. جميل تمام. بجي بختار كنترول زائد دي تكرار مرة تانية وبسحب الدائرة إلى هذا الشكل بالضبط. أفترض أن الهوم يعني أو الصفحة الرئيسية فيها ثلاث أقسام، فبكرر ثلاث دوائر تمام، فبنكرر فقط على موضوع ثلاث دوائر. إذا كان فيه أربع أقسام فبضيف أربع دوائر وهكذا. راح أتوجه إلى أدراج وإلى أشكال وبنختار السهم وبنكر مع السحب لأرسم معي سهم بهذا الشكل تمام، يعبر عن التالي ومن ثم السابق. نفس الشيء بدون إطار وبختار التعبئة من نفس اللون، فقط أني أنا أصغر شوي السماكة أو العرض تمام ويكون بهذا الشكل. بختار منه كنترول زائد شيفت وبنقر مع السحب للجهة المقابلة وبعمل استدارة أفقية أو انعكاس أفقي تمام معنا. طالما الآن نحن مثلا موجودين بالصفحة الأولى ضمن قسم الهوم فبدي أعمل تمييز، فلهيك بجي بختار لون خط الرسم من نفس اللون، لون الخط بختار قطارة من نفس اللون، والتعبئة بختارها بلا تعبئة بلا تعبئة. خلينا نعطي فقط سماكة إضافية عشان يضح معنا الإطار تمام. هلأ إذا حبيت نعمل تقليب للتاني فهذه لازم تكون موجودة هون وهذه هون وهكذا. فقط موضوع الدائرة المفرغة أو المعبأة بلون أبيض مثلا هي رح تكون فيها تمييز عن الرقم الشريحة الفرعية اللي أنا متواجد فيها باختصار وبساطة. فلهيك رح أقوم بإدراج شريحتين، أنقر باليمين على الشريحة اللي أنا فيها طبعا وبعطي تكرار للشريحة مرة ومرة تانية. صار عندي ثلاث شرائح فرعية أو ثلاث شرائح معبرة عن كل محتوى قسم الهوم تمام. الشريحة اللي أنا فيها الآن هي الشريحة الأولى، الثانية بجي بعمل استبدال فقط لا غير، خلني أحرك هاي للخارج وهذه برجع بسحبها مع مفتاح الشيفت طبعا على هذه المنطقة وبرجع تمام الدائرة الثانية. أنا موجود بالقسم اللي رقمه 2. الثالثة بنعمل عملية عكسية، بحدد الدائرتين مع بعض البعض، أضغط شيفت وبحرك تمام على هذا الشكل، بجي على هذه الدائرة، بجي على هذه الدائرة أضغط مفتاح الشيفت وبحرك الآن إلى المقابل. كيف بدي أعمل ارتباطات بيناتهم؟ بدي أعتمد على موضوع تفعيل ارتباطات من خلال الأسهم. للانتقال للشريحة التالية بدي أحدد هذا السهم وبتوجه إلى إدراج، ومن إجراء نختار ارتباط تشعبي إلى الشريحة يلي رقمها 3، أعطي موافق وأعطي موافق. ممتاز. جينا على الشريحة رقم 3، لحتى أرجع إلى الشريحة الثانية بجي إلى هذا السهم وبعطي ارتباط إلى الشريحة يلي رقمها 2. ممتاز. وهذا السهم ينقلني إلى الشريحة التالية يلي هي الشريحة يلي رقمها 4، كمان أعطي شريحة وبختار 4، موافق وموافق. بجي إلى الشريحة الأخيرة تمام، عندي هذا السابق اللي يرجع للشريحة اللي هي رقم 3 وهذا ما في داعي أعمل ارتباط، ما بقي عندي شيء اسمه التالي، فقط هذا بدي يرجعني إلى الشريحة يلي رقمها 3، فبعطي ارتباط وبجي بختار هون الشريحة يلي رقمها 3. بنفس الطريقة يا أحباب، كل قسم بكم شريحة فرعية لهم أنا بقوم بهذا الربط. بس يلي انتهينا من هذا الإعداد كامل للأقسام والشرائح الفرعية والارتباطات أبدأ بإنشاء المحتوى. نرجع الآن إلى الشريحة الأساسية، خليني أختار هذا الوصف ويكون معنا فقط بالشريحة يلي رقمها 1، كنترول زائد V فقط يكون معنا بالشريحة يلي رقمها 1، عبارة عن وصف يعني لقواعد العمل ضمن هذا المشروع وليكن بهذا الشكل تمام. فيني أن أختار مثلا عندي اللغات تمام، وعندي صورة صاحب الحساب أو صورة المصمم المشروع بضعه مثلا بهذا المكان، خلني أوسع شوي. ومن قائمة التنسيق بنختار محاذاة إلى المنتصف لحتى نضبط محاذاتهم مقابل بعضهم البعض إذا حبيت أنك تعمل ارتباطات مع واجهات بلغات معينة. نفس الشيء بالصفحة الرئيسية فقط لا غير، إذا حبيت تضع يعني ارتباطات إلى مع منصات التواصل اللي خاصة فيك ممكن يعني
يعني تجذب وتعطي للواجهة انطباع جميل أكثر. والآن نحن لو حبينا نأخذ نظرة ولفة سريعة حول المشروع رح نشوف أن الأقسام جاهزة وجميلة ورائعة جدا. وإذا حبينا نتجول ضمن الشرائح الفرعية لكل قسم عندي هذا المفتاح اللي يعطيني التالي، وهذا المفتاح يرجعني إلى السابق. وبهذا الشكل بيكون قدمت لحضراتكم فكرة جميلة بكيفية تصميم مشروع جميل باستخدام برنامج باوربوينت بمحاكاة رائعة. مهما يكن مجالك هذه الأفكار فريدة من نوعها وحصرية وتخدمك. هذا يلي حبيت أن أقدم لكم إياه بهذا اللقاء يا أصدقائي، فأتمنى منكم التفاعل والمزيد من التفاعل لحتى أستمر معكم بنشر أفكار حصرية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت، وأخصها بالذكر هندسة المشاريع الاحترافية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. أترككم برعاية الله وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.